شعر والله اني ابث بالساعات، ومرات انسى من ظهري، وظهري صار يعورني حتى لما اصلي الصلاة ظهري يعورني. فقام شيك على الظهر، سوى طق 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 زي كذا، وكل ما احط اصبع وانا كل ما المهم قال لي ان انت عندك شيء اسمها ميثو، كلمة كذا مليانة حرف الثاء فيها، المهم حق ناس يعرفون يتكلمون. المهم قال لي انت لازم اول حاجة تسوي رياضة كل يوم، فانا قررت ادخل نادي. الشيء الثاني، الشيء اللي جاك في ظهرك هذا سبب الجلسة القعدة الكثيرة، فانت صار عندك تجمد العضلات، وبحكم ان جسمك نحيف العضلات صارت تثقل على العظام، فصار اسمه عندك خلاص متجمد متشدد خلاص ما تقدر. فيقول لي فترة طويلة انك ما تجلس على الارض، لا المهم قال لي انك فترة طويلة لا تجلس خلاص، واذا حاولت تجلس حط تحتك مخدة، واذا حطيت مخدة لازم يعني 10 دقائق ربع ساعة كذا تقوم تمشي تدور، عرفت؟ لان ظهرك، ويقول انت من كثر القاعدة خلاص معس ظهرك، معس تحس فيه من كثر القاعدة خلاص، فهو متى تحس بالالم؟ بعد ما تاخذ فترة طويلة في الجلوس، عرفتوا؟ فيقول له حتى الصلاة يعني. فالفترة هذه لازم انا اجلس اطلع اسوي رياضة، ادخل نادي، اتعب شوية على ظهري، لان ظهري انا الربع اول ما انام اكون مرتاح، اول اصحى النوم اكون مرتاح، لكن اعطوني ربع ساعة بس الا احس ذاك الالم الربع في ظهري اللي ما عاد يخليني اتخيل يعني درجة ما عاد اقدر اجلس والله العظيم. ف ان شاء الله فترة وتعدي. مرحبا، زارتنا البركة والله. ترى حافظ الجملة هذه قبل لا تيجي عشان أقول هاي ثالث مرة بعيدها. والله يا الربع، يعني بحط لكم صورة قبل وبعد، يعني أنا آخر واحد توقعت ينحف أنت. محتواي ذا كان طيب والله، ما شاء الله تبارك الله، تو بارت عليك 40 كيلو في كم مشوار، ما شاء الله تبارك الله. قم قم جيب السبانش لاتيه، قم يا ولد خذ ضيفة. يا مرحبا، احنا زمان عنك والله. أول مرة أجيك من لما جيت الرياض. آخر مرة يا الربع كان كدي معلومات، اللي هو انا اقول كلمه جنوبيه اقول سوري سوري. ايش يعني هبلي بالسوري؟ اعطيني ادغف اللي بغيت اقول. فوك 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 فوك. ترى عيال كلب والله العظيم، اعطيت الجوال عشان اطلب اكل، الحقودي عشان يرد المقلب، على اساس اني بعتزل. اعتذر اعتذر، لا راح اصفقك، اعتذر اعتذر. تموت يدك على الاكبر منك. لا كذا دخلنا محل حق تحف اثريه واشياء زي كذا، المهم دخلنا نور زي اللي عند الحرم. زي اللي عند الحرم. المهم دخل هذا جاب يشتري، مسوي نفسه الشرايف، هو كذاب ويجلس على العطل سعره 200 جلس سنتين عشان يشتري. قلت له سعره 1500 1500 بالله مسالت ايش طلع السعر؟ 30 العين الصغير والكبير. العين الصغيرة بعد أصغر شيء. هذه وين؟ هذه محطة ليش قلت لي 1500؟ قلت بعد جولة جولتين. ما علي، بث بث الله يسلمك. قلبي تولع بالرياض، حبي مرده من الجذور، يا صفحة ناصعة البياض زرع في الصحراء. يجعلها بالعافية يا رب عليكم يا رب، إن كان كثيرة في حقكم والله أنكم تستاهلون يا رب. انت ما تتكلم، انا زي صفحه فطور البيت يعني. ما تدري هو عشا فطور. اوه ايه ده، الله ما شاء الله تبارك الله.